مرحبا، كيفكم اليوم؟ أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من فيديوهات. خليكم معنا. Look closely at the right-hand side of your screen. The figure we've highlighted is a pensioner. She's seen what's going on and is storming towards the gang, armed only with her handbag. Alone, she confronts the robbers. معقول هيك الحرامية بأوروبا؟ شو الحرامية هدول؟ ست عجوز بتيجي هيك بتعملهم بخافوا؟ شوف الحرامية عنا كيف؟ صغير! وضع تمام، تعال! تعال تعال! شو بتساوي يا زلمة؟ شو بتساوي؟ سامع زين فيلم احنا؟ شو اللي فيلم يا زلمة؟ فيلم هندي يا زلمة، بدناش نسكت سرقة بيت كلها، سرقة بيت. شو اللي مسوي يا زلمة؟ طلت حالك يا زلمة. هات نشوف القفل احنا. إذا استنى استنى تمسكش اشي بس تلبس الكفوف. صح صح، جبت الكفوف، كفوفين معي. هاي تشوف لقدي. كفوف جلي. إذا مالك ايش غيرهم يا زلمة؟ شو اجيب لك كفوف 100 ريال؟ كفوف جلي يا زلمة، زهري. زم حرامية احنا يا زلمة، حرام ايش انت؟ طيب يا زلمة تقولك عشان بصمات يا زلمة، بدك فوف خلص البس البس برا الصبح. وطي صوتك يا زلمة، شو؟ وطي صوتك ليه؟ زم فتحت يا زلمة، وطي صوتك خلص، انسى انسى وطي صوتك يا زلمة. كتر علي يا زلمة، انت بتسرق ايش؟ شو بتسرق بالعادة؟ سارق بيوت من قبل؟ لا يا زلمة، سيارات سيارات؟ انا اختصاص سيارات جرات غاز. زلمة ضيعنا. جيب جيب، شو معك شغلات؟ ورق تفاح، تفاح تفاح جاي؟ قلت لك جوع زين تفاح. خلص يلا خلينا نفتح. الله استنى استنى استنى، شوف نوعية القفل ايش؟ شو طلع معاك؟ ايطالي. طب خلص زيح. شو بتعمل يا زلمة؟ شو تسوي يا زلمة؟ بدي افتح الباب. زلمة بدي اصحى عيط الدنيا. شو؟ عيط الجيران. زلمة تحكي صوت واطي يا زلمة. زلمة صوتك. خلص سكر سكر. خلص اسمع اسمع، مسالي الجرات الغاز هاي تاكل. شفته بالافلام امبارح بس كيف زبط مع توم كروز؟ مش امبوسيبل. هاي مش لهاي الشغلات يا زلمة، هاي للكاميرات يا زلمة، للكاميرات. خذ خذ استعمل هاي انت، استعمل هاي. شو صار معك؟ يا صغير مصرفة مصرفة صغير ولا؟ خلاص انت دار ثاني. شو دار ثاني يا زلمة؟ خلاص انسى. انا بدي افتح لك اياه يا زلمه. انت مش عارف مع مين انت. دار ثانيه. تفضل جيب العده، جيب العده، جيب العده بكفه تنفطر. حق علي اللي جايبك معاي. حرك فوت يا زلمه، فوت استنى علق الفلوس. زلمه ايش روق؟ جايين نسرق احنا. حط لي الشاشة انا يا زلمه، مش تكت انا يا زلمه، انت حمار. جاي تستفيد انت ولا تسوي؟ هذا حاضر حاضر، روحهم هذول كذا. هذا حلو، هذا حلو، هذا حلو. خلاص يا زلمه طلع لي الافلام، بديش البس انت شغلات فاضيه يا زلمه. شو بتساوي؟ في مباراه هلا. زلمة ليش خلط التلفزيون؟ ليش خلط؟ زلمة طفي التلفزيون يا زلمة. ما عندي تركيز يا زلمة، مش ايه خلص. زلمة بدك تصحي العالم، خلي جيب البوكس يا زلمة. انت ليش مش لابس الكفوف؟ ليش مش لابس الكفوف يا زلمة؟ ما حيعرف يا زلمة، ما حيعرف، كل ناطرين كل شيء. ما حيعرف يا زلمة. اجيك هالبوكس الصح معلم. وين الذهب والقصص؟ وين الفلوس يا زلمة؟ ورا بركي في شكات يا زلمة. شيكات، قرض، بنك. كل
شو؟ هايكم بيرات زلمة، الزلمة مسخم يا زلمة. لو جبتنا هذا البيت يا زلمة، زلمة المصدر قال لي البيت مضمون. زلمة هاي مصدر يا زلمة، ضيعتها يا زلمة. الزلمة مسكين، وش درينا يا زلمة؟ في المصدر ايش يا زلمة شغلك مضمون؟ يزقري مضمون. جبتنا على واحد مسخم يا زلمة، مسخم الزلمة. شو بدنا نصرف من عنده؟ رجع 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 الاغراض. معك كاش؟ معك كاش ابو الصقر؟ ليش؟ هات كاش يا زلمة، هات كاش. هات هات 10 ولا 100؟ 10 لحظة اشوف اذا معي كاش. هي 20. اسمع، بدي اترك له المصاري صقر. حزنت عليه انا، هي 30 ليرة. اذا فوق عني بالتفاح يا زلمة. شو قصة التفاح يا زلمة؟ ايه اسمع، احنا بايش وانت بايش؟ اسمع، هي 30 ليرة اترك له اياهم، بركي سدد شوية مصاريف يا زلمة. مسكين ها، 30 ليرة معتذر على ما حصل، شكر فاعل خير. والله ناس مساكين يا صقر. والله بتجيبنا حبيوت يا زلمة، حرام يا زلمة والله. اسمع، تاخذ تدفع فواتير الكهرباء كمان ولا خلاص؟ انسى انسى يا زلمة كثير. يلا تركنا له الان.